Good morning, new day, new vlog. Mario, what? Say something. Hello, good morning. صافي دابا هاد اش كنقول ليه غتبقاو تشوفوا every day يا كمروان في الناس شوفوا مزقينه فيها الناس هيا بيبي هلو anyway ارتاحينا من السفره وهيك شغلات واخيرا يسترداي طلعنا بس ما صورت الفلوج ما صورت ولا شيء مروان كيضحك عليا my Arabic language by the way غاد شو اسمه العربي تبعي راح تتحسن كثير انه ماريوان راح يساعدني اكيد و so it's normal و that's it ماريوان اجي نقول لك بيكوز كاين شي وحدين كيقولوا لي نو راجلك زعما ضربته النفس هي وانا تاك in Moroccan language what do you think what's better for us Moroccan language ولا عربي انا عادي عندي صلاحتي ولكن what's better انا كعجبني الهجه المغربيه صراحه بزاف اي ولكن what's better in youtube علاش كنهضر ماشي لا شي لغه خاصو كلشي يفهم exactly this is why I'm talking more Arabic language anyway that's it so yeah اليوم we have a lot to do خصنا نمشيو ندير الشوبينغ المهم ناخذ شحال من حاجه و that's it so keep up with me with us plutôt it's not only me anymore ثاني anyway we just make some shopping مو كتير لانه ماريوان ما عنده وقت فقلت له it's okay اخذت زعما the most important thing اصلا اوريدي انا رحت بس حتى اجيب بيجامه للمسكين و new shoes لانه صراحه all her shoes اللي اشتريناهم كبار So guys, guys, shoes اللي شرينا last time كانوا كتير كبار فأنا بس خزنتهم لحتى زعما تكبر شوي ميزجينز حجم تبعها كتير صغير لأنه for example now لما رحت لحتى أخذ shoes تبع الإيدج ده لما لقيت يعني أكبر منها فاضطريت إني أخذ أصغر منها right baby و sometimes عم نلبسها shoes تبع 3 months لأنها كتير صغيرة وحجم كتير صغير وكمان في الناس لما نتلاقى معهم إذا خارج أول مرة يشوفوا ميزجا عم يقولوا لي ليش so صغيرة right honey و that's it لا راح نروح لحتى من شغلة ومن بعد عم نستنى ماريوان راح على الكار ومن بعد راح نروح نتغدى already ما بعرف قديش صار لها الساعة كتير متأخرين و that's it alright now you want a bag please مروان فين مسافر كتب حاجي طالب ديال السكول شوفي واخيرا خلصنا الشوبين ها هو مروان ما في ولا حدا نحن اخر وحده خرجوا من السوبر ماركت تو ماتش شوبينج شوف فلامينغو فلامينغو حلي هذه يا مروان ما بغيت هذه غير بغيت اوكي بس لا تخيل لا هاكي ما
Hey. That is good. Yes. شي في شعر بحال شنوي شعرها بحال شعرك بحال شنوي شوفي دادا فين مشينا اليوم فين مشينا اليوم شوبينغ عندك الالعاب غدا مروان دارت ليه باي ذا واي جايز مروان قالك صعب صعب الشوبينغ ويز ذا بيبيز مسكين فيرست تايم صعب ويز بيبيز مام ماشي ويز بيبي باي ذا واي جايز هذه اول مره مسكين راح تشوف هير دادي لانه هو راح بيفور شي ميك وان مانث ياك مروان يا ف كأن أول مرة تتعرف عليه وصراحة كنت كتير خايفة من شو اسمه من الرياكشن تبعه بس لا حبيته وما يعني عادي كنا عم تعرفوا صار له زمان تعرفوا ليش لأنه every day بنسوي كاميرا right مريم وأنا كمان ما شفته 9 months يا كمروان 9 months too much دادي عادي دادي عادي دادي عادي Hello, I'm back home. وراح ورجيكم إيش السرطة. Not all the things, بس اللي يعني ما لابس هيك شغلات. ما اشتريت كماش. اشتريت إيش اللي أنا محتاجتها. لقيت المزجات من Primark. وشو اسمه؟ أكيد عملت شوبينج كبير للبيت لأنه ما في ولا شيء حتى ناكله. بتعرفوا لما بيكون your husband في البيت alone. ما بيطبخ ولا شيء ما بيسوي ولا شيء فأكيد البرد يكون شو اسمه برد بيكون خاوي ما بعرف how can I say خاوي in Arabic شو اسمه whatever نسيت إذا عم تعرفوا اكتبوا لي بالكومنت anyway ما لقيت ولا شيء في البيت ف it's normal المهم راح ورجيكم شو اشتريت الإضاءة too much I'm trying to put my camera there and talk زعما without holding my camera but guys I don't know why كانت الإضاءة كثيرة والفوكس ما عم ينهي everything زعما it's become flu ما بعرف ليش anyway first thing I buy this pyjama for Midian صراحة هي ما زعما ما أبدا ما اشتريت لها بيجاما بيفور في عندها بس شو اسمه البيجاما اللي كلها زعما مغلقة تبع الأطفال بس بيفور when we لما كنا بالمغرب شو اسمه في مرة وسخت ثيابها وجربت واحدة تبع يانيس وحبيتها كتير وحسيتها كتير مريحة لهيك اليوم رحت لحتى أخذ لها واحدة هذه حبيتها كتير شوفوا فيها unicorn انا كتير 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 بحب الانيكورن سيمبل بيجاما كأنها بيجاما تبع الكبار بس هي تبع الصغار وحبيتها هلا عم اشتري لها فروم 9 ما فوق تاني شي انا اشتريت هذا شورت تبع البيت اوف كورس بس البيت يعني بيجاما بس ما في عنده شو اسمه الفوق تبعه اتس فيري سيمبل فروم بريمارك شو تبع ديزني اي لوف ميكي بحس انه نحن من طرف عائلة ميكي لانه نحن شو اسمه كنا عائلة M&M's شوفوا اشتريت هذا انا كتير بلبس هاي الشغلات تحت بتعرفوا لما تكون اشي شفاف فانا بحب البس تحته هيك black or white اشتريت هذا ورخيص كمان only £1.80 so yeah شريت هذا الشوز لميزجين حبيته كتير شوفوا في عنده too much shoes بس الكل الشوز اللي عنده تبع عمره بس كتير كبار لأن هي رجلها كتير 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 صغيرة فحاولت اشتري لها this one today وجربته فكان كبير شوي بس مو too much حبيته cute وبتعرفوا المشكلة انه now في عنده بس يعني الأحذية اللي بتكون في السايز تبعها كتير شو اسمه
يعني مقدود على رأس القصبة. البن أنا في عندك كتاب بس الآخرين صاروا صغار عليها، والتانية لما اشتريناهم كانوا كبار عليها. سو يا ف ما بعرف خبيتهم حتى البسها after، ما بعرف يمكن قلت لكم هالشي before. والمشكلة إنه الشوز اللي أنا كتير حبته ولقيته إنه كتير كيوت، the problem is لبسته ياه today ومريوان كان حاملة وضيعه. ويسترداي ضيع شو اسمه الدبدوب اللي أنا كتير بحبه اللي ماما شريت ليه، وأنا كان عندي لما كنت صغيرة، وحابت ماما إنها تعطيه لميزجين لأنه أنا خلاص حطيته بالبيت هيك شغلات، فهي حطيته لميزجين. هي كات بلاك كات، بس يسترداي ضيع. أنا ما بعرف في الكار تبع صاحب ماريوان ولا في ريستورنت، anyway ما لقينا الكات. واليوم ضيعنا الشوز اللي أنا كتير بحبه اللي كتير كيوت، والشوز اللي on her size. It's okay. This is other shoes. وكمان أخذت لها تيشيرت لحتى الصيفية، لأنه صراحة هالأيام شو اسمه إنجلند صراحة في 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 زعما جو كتير حلو، في شمس، يعني في فيكم تلبسوا أشياء صيفية. حبيت ألبس جيب لها هاي الشغلات. هن بتجي ثلاث قطعات، البرايس ده تبعهم كتير حلو 5 pounds، فهي كتير 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 منيح البرايس. شوفوا فيها أناناس. تاني سيمبل ما كان بدي إني أجيب هذا يلو لأنه أوريدي في عندها واحد سيمبل وده السيم وان، بس ما هو ممكن أبدا نشيله، ف لأنه أوريدي تيجي ثلاث قطع. والأذر وان ماري وان هو اللي حب هذا هو اللي اختاره. فيا أنا شفت ثلاثة آخرين وقلت لي نختار from هاي ثلاثة. وشوفوا جبت لها جينز، عندها جينز بس حبيت غير لها لأنه الجينز اللي عندها التانيين ألوانهم يعني شو اسمه غامقة، هذا لونه ليتل بيت فاتح وبيجي هون يعني أبيض. شوفوا وفي هون كمان يونيكورن، أنا كتير 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 بحب اليونيكورن. وكمان ألو هالشي not something important، اشتريت هاي البيجامة كمان لميزيجين، بيجي اثنين قطعات كمان فيهم الانيكور. انا كتير بحب الانيكور جايز، ما بحس حتى اخذ الاشي اللي فيها الانيكور، ما بعرف ليش عم قول that's enough من زي ما الاشي اللي عندها تبع الانيكور. بس لما اروح بحب الانيكور، بحب ميكي ماوز، بس المشكلة بميكي ماوز انه الكل عنده اشي تبع ميكي ماوز، انا ما بحب انه الكل يكون عنده اشي تبع the same thing، ما بعرف ليش، بس بحب الميكي ماوز بحب الانيكور. that's it. شوفوا السروال ولا شو اسمه فوق تبعه حبيته كتير. نسيت وانا اشتريت بس شو اسمه الجوارب، وهذا الشوز اللي ضيعه ماريوان. شفتوه انا كتير بحبه، بس ما المشكلة دورت عليه رحت وما لقيته، فا it's okay. anyway babies this is the end of our vlog. I hope that you enjoy it. Don't forget to like, subscribe and comment. حتى تشجعونا نعمل more video me and Maryone. فا yeah see you in another vlog. love you.